من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما زلنا أيها الأحباب مع عطاء الله، وقد يعني قضينا يعني أياما ربما شهور في حكمه، استفدنا كثيرا منها والحمد لله، وعرفنا بأنها الحكم التي نطق بها الإيمان مع عطاء الله كلها مأخوذة من القرآن الكريم ومن سنة رسوله. فلما كان تعمق في أي حكمة من الحكم نجد بأن هذا الرجل، هذا الشيخ العالم العلامة والبحر الفهامة الصوفي المتحقق والذي بلغ بدرجة من العلم، إنما أشار عليه شيخه أبو الحسن الشاذلي، إن هذا تلميذ لأبي الحسن الشاذلي. وأبو الحسن الشاذلي هذا كذلك ذهب من المغرب العربي، أصله من شاذلة، وشاذلة هي قرية في مدينة في تونس. أشار على طالب تلميذ اللي هو عطاء الله في مصر، لأنه من الإسكندرية، ومن عطاء الله الإسكندراني للإسكندرية. أشار عليه بأن سيكون له علم، مش علم ظاهر وعلم باطن. وطبعا الحمد لله استفدنا كثيرا، لأن هذا العالم يخاطب روح الإنسان، يعني في حكم ما أقرأها والتعمق فيها تجد أنه يخاطب روح الإنسان. روح هذا هو اللي محتاجه اليوم، لأن الماديات غلبت وطغت، فأرواح أو نفوس الناس يعني قصة باش ترتاح وباش تقتنع واشتمأن، لابد أن يكون الكلام نابع من القلب. إذا كان الكلام نابعا خارج من القلب يدخل إلى القلب، وهذا هو الفرق. بعض الناس لما تسمع له يتكلم أو تقرأ له كتاب، ربما كان هذا الكلام الذي يتكلم به يعني نبع من لسانه من فم ديالو فقط، يحده الأداب ما يتجاوز، يعني ما يفوتش من ذلك. وبعض الناس لما تقرأ له ولا تسمع له تجد أن القلب يتكلم مع القلب، القلب يتكلم مع القلب. ولذلك هؤلاء الذين كانوا يتكلمون بقلوبهم وبأرواحهم، الله سبحانه وتعالى جعل البركة في علمهم، البركة في علمهم. والكتب ديالهم اللي دونوا كان عندها 1200 عام منذ بدأ الإسلام، والناس يقرؤون هذه الكتب وإن شاء الله يستفيدون منها. وكان الناس اللي هما داروا مؤلفات فبقيت على الرفوف من خاطر ما قرأ أحد، لأن ربما ما كانش فيها، ما كانش عندها هذه الخاصية هذه اللي هي نابعة من القلب تصل إلى القلب. جعل الله البركة في علم هؤلاء، فقرأ الناس كتبهم صغارا وكبارا، وتناقلتهم يعني الأجيال جيلا عن جيل، وسمع عليهم الناس من المشرق إلى المغرب. وربما كان هذا الشيخ واحد منهم كان في جبل في زاوية يعني ما يشوف أحد، ولكن من الذي أوصل هذا يحتسبه الناس يعرفوه من المشرق؟ ما كان لا قنوات ولا ساتليت ولا يعني البرس ولا جورنال ولا حتى شيء، ولا بيب ولا
هذا الإنسان كان عنده إخلاص، وهذا الإخلاص لما يكون إنسان مخلص فسبحان الله الله يجعل البركة في علمه في كتبه وفي دراسته وحتى في التلاميذ الذين قرأوا عنده في الممشكة يشعر تلميذ كان مع التلاميذ اليوم عندما يقرأ في مكان أخوة عنده بسيط ولو كان عنده علما بسيطا تحطه في مكان حش معه كالضوء على الصلاة الضوء على ولا غيرها وكان مع الناس يحطه في مكان يطفى لا يستفيد الناس منه وهذا كله الأصل ديال هذا باش يوصل الإنسان هذا الطرف هو الإخلاص راه إذا ما كانش الإخلاص لا يجعل الله سبحانه لا يجعل الله البركة لا في العلم ولا في التلاميذ ولا في الكتب ولا في شيء ربما كان الإنسان هذا من ذلك الشهرة باش تسمع عن الناس وتتعرف على الناس ويشوفوا الناس ويسمعوا به الناس ها ولكن هو ما كان عنده الأشياء هذه احنا اليوم كثير من العلماء لما جت الكاميرا ما يشوف يتكلم الأضواء الأضواء مشتعلة غير به اللي كتجي النشاط وتجي الفصاحة والبلاغة والآن ما شاء الله البيان ولكن لما يكون مع الناس ضعفاء مثله يعني خلاص يقول لهم انت وش شكون يسمع هذا؟ نعرف ان الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء ها؟ فلذلك ايها الاحباب الاخلاص لا بد ان نخلص لله في اعمالنا وفي اقوالنا وفي افعالنا اذا اردنا ان يجعل الله البركه في كل شيء فلا بد ان يكون الاخلاص راه ما كانش الاخلاص ما كان نور وهذا هو الفرق بين العلماء اليوم وبين علماء الامس يعني قبل علماء اليوم كاين جامعات اكثر جامعات شحال ديال الجامعات في العالم الاسلامي يعني كل دوله كتوجد فيها 30 جامعه بينما قديما كانت الجامعات على رؤوس الاصابع جامعه الازهر جامعه الزيتونه جامعه القرويين جامعه تمسان يعني هذه مثلا وكشوط على النقل شنقيط لكن كان هؤلاء الناس فيهم بركه فيهم خير سبحان الله نور العالم كله وزيد وزيد فعلى الإمام معطي الله نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتقبل منه وأن نستفيد من علمه الذي بده واليوم سنتكلم يعني بداية في المراسلات لأن ابن عطاء الله عنده الحكم عند المراسلات المراسلات يعني رسائل وضعها ابن عطاء الله يعني سماها المراسلات الرسالة الأولى في السلوك الرسالة الأولى في السلوك إلى من؟ إلى حضرة ملك الملوك أنا كيف الإنسان يسلك حتى يوصل إلى الله أنا رأيت ترخ بتوت إذا تبغيت مشي من الأنطاب إلى إسبانيا ها؟ تأخذ بتوت يعني بتوت أديس يأكل إلى في على نفس المشكلة من عطاء الله يريد منك إذا أردت أن تصل إلى الله عز وجل فهذه رسالة في السلوك إلى حضرة ملك الملوك من هو ملك الملوك؟ الله ملك الملوك هو الله هؤلاء الملوك يوم القيامة يقول الله عز وجل لهم جميعا لمن الملوك اليوم؟ كانوا ملوكا في الدنيا فيقول الله لهم وللناس كلهم يعني الملك كل حاجة تملكها فأنت مالكها سواء كان دولة وكان شعبا او انت تملك دارا انت مالكها تسمى ملك تملك هذه القطعه الله يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم المسؤول عن الحساب لمن الملك المسؤول اين الملك فلا يجيب احد فيعيدها مره اخرى لمن الملك اليوم فلا يجيبه احد وش الملوك بينما كلك الاشارات لو كانت تصفيق والى اخره أصبح واقفين عاجزين لا يتكلمون حتى الملائكة بذاتهم لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا فيقول الله عز وجل ثلاث مرات لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد لمن الملك فلا يجيبه أحد لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار الملك اليمن ديال الله الواحد واحد فيش ثالث
قهار، قهر عباده من موت. كل الملوك غير الملوك، يعني الفقراء والأغنياء والرجال الصغار والكبار كلهم مبقاش عندهم مرض. كاينش واحد يقول لك راه الفونتيير ديالي كذا وعندي الجيش كذا، خلاص انتهت الساتيليت، انتهت الحدود، انتهى كل، فأصبح كل شيء لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وهل نحن أيها الأحباب نفكر في هذا؟ هذا هو اللي خصنا نفكروا فيه. كل شيء من الحدود اللي يتقتلوا عليها الناس اليوم تنتهي، محلها الزوال، النهاية. كل شيء الناس يفنون فيجيبهم الله، لمن من كل يوم؟ فلا يجيب، فلا يستطيع أحد أن يجيبه. فلذلك مع عطاء الله يعني هذه المراسلات يعني هي ثلاث كتب طبعا وجواب. فأول يعني رسالة، أول الكتب رسالة في السلوك، هذه اللي نتكلم عليها، إلى حضرة الملك الملوك، بدايتها ونهايتها ونصها، بداية لها ونهاية لها ونص. ولذلك رحمه الله ورضي الله عنه مما كتب لبعض إخواني، قال له أما بعد فإن البدايات مجلاة النهايات، أما بعد فإن البدايات مجلاة النهايات. يعني هذه البدايات هو ما يظهر على الإنسان في أول دخوله من مجاهدة ومكابدة وصدق وصديق، وهو مظهر ومجلاة للنهايات. لكن البدايات هي المظهر والمجلى للنهايات. لما كنشوف واحد الإنسان بداية ديالو صالحة ومقاد وصاب رسول وملتزم محافظ على الدين ديالو، فلا بد أن تكون نهايته صالحة. وإذا كانت بداية ديال الإنسان شافها، هذه مشكلة. أي يتجلى يعني في البدايات يتجلى فيها ما يكون في النهايات. البداية الشيء اللي كيظهر لك في البداية وتكون في النهاية. فمن أشرقت بدايته أشرقت نهايته. اللي كان الشروق وكان الإضاءة وكان النور في البداية ديالو، فلا بد في آخر الحياة، في آخر حياته تشرق النهاية كذلك. فمن يقول من عطاء الله تفسير الشارح قال فمن رأيناه جادا في طلب الحق في البداية ديالو، بادلا نفسه وفلسه، بادلا نفسه وبادلا فلسه، لأن يعني النفس والفلس، فلس أمور فلس، كل ما يملكه بدلوا في سبيل الله، وبدل نفسه في سبيل الله عز وجل، وروحه في سبيل الله، وعزه وجاهه، علاش؟ ابتغاء الوصول إلى التحقيق بالعبودية. هذا الشيء كيديروا باش يوصل أنه يحقق العبودية لله عز وجل. وكذلك يقوم بوظائف الربوبية. يقول الشارح علمنا إشراق نهايته بالوصول إلى محبوب. لا بد في النهاية ذلك وقد يوصل المحبوب. شو هو المحبوب؟ الله سنك يصلي وصوم تعالى الحرام مجتهد الصغار ديالو كل شيء قدامه مباح يستطيع ان يعمل كل شيء، لكنه ابتعد عن هذه الاشياء اقتتالا لامر الله واجتنابا لنهي الله عز وجل. فلا بد هذا الانسان بهذا الجهد ديالو انه يصل الى المحبوب، يصل الى الله عز وجل. واذا رايناه مقصرا، رايناه شنو واحد الانسان مقصر، قصر في ذلك هذه الاشياء كلها، يقول لي صلي لك ودي حتى نشد الانترنت، نشد الانترنت في ديك الساعه، حج قال لك ودي حتى يتزوجوا الوليدات ونشد الانترنت وكل ولحتى نكمل الدار وكل حاجه كيقارنها بالاشياء. انا قصر كل حاجه من العبادات قال لك ودي خلي من بعد من بعد من بعد قصر. فدرس العمر ديالو واحد مده من الزمان. لكن إذا رأيت إنسانا مقصرا في ذلك علمنا قصوره عما هنالك، علمنا قصوره عما هنالك.
لأن حتى هنالك الجنة والنعيم لا بد أن يكون أنه يوصف درجة الصديقين والشهداء والصالحين. ولذلك قال قديما: لقدر الكد تكتسب المعاني، لقدر الكد يعني الجهد تكتسب المعاني. كل حاجة يوصل لها الإنسان لا بد أن يجتهد. ولا لا؟ لما تشوف واحد إنسان عالم هذاك العلم ماشي يزرع عليه وحي. اجتهد طول الحياة يقرأ ويبحث ويصور ويدير، وربما سافر الناس لطلب العلم. لأن الناس يقولون يعني خبزة من شعير، خبزة نقرأ وفي الآخر كتمشي تصرف الدور على الديار كيخرجوا لك خبزة. يعني كل واحد يدير عليها خبزة باش تجي معاك، والدور بعض المرات يجرو على الكلام يجرو على الكلام. وبعض الحين كيدير لنا السطورة طلبة كيديروا السطور كيديروا على الديار، واحد يخرج لك من البن واحد يخرج لك الحليلة وخلط كلشي خلط وعمله صالحا خلط كلشي ويجي من الآخر ياكل كلشي يدير مرقة ومن طعام. كل حاجة أي واحد حبها فيها جوج. الغني لما توصل أنه وصل إلى الغنى أنه اجتهد يبحث. لذلك قالوا: بقدر الكد تكتسب المعاني، ومن طلب العلا سهر الليالي. يعني اللي يطلب العلا لابد يسهر الليالي، سهر الليالي. ما اللي نعس طول الحياة ديالو كيفاش يوصل؟ ما يوصلش. تريد العزة ثم تنام ليلا، تريد أن تكون عندك العزة وعندك الكرامة لكن تنام ليلا. يغوص البحر من طلب الآلة، ياك الآلة يعني أقصد الآلة هي لك المرجان، لك اليمان الشيء اللي كاين في البحر، مرجان إلى آخره. فهذاك الإنسان اللي يبغى المرجان خصو يغوص البحر باش يوصل لك لك اللؤلؤ. كذلك الإنسان اللي يبغى يوصل أي درجة لابد أنه يجتهد، يسهر ويسافر ويبحث ويجوع ويعطش ويتعرى. وهذا كان ودائما لما تشوف الانسان كيتمحن في الاول راه في الاخر كاين. وهذا هو اللي كيخص الشباب ديالنا. كاين بعض الناس يقول لك فاتيكي ويكون صعيبه ومن هنا، ولكن ملي غادي يصبح يزيد في الديرو ديالو في الكرسي وظيفه وصبح ما شاء الله عنده مكان، داك الشيء كاع اللي داز عليه ارتاح. نفس المشكل اذا كان هذا من الدنيا المسائل الماديه كنشوفوها مباشره، فنفس المشكل كذلك الاخره. لما الانسان كيحبس النفس ديالو كيبتعد عن المحرمات كيقفر من الصالحين كيحافظ على الدين ديالو ودوز هذه الفتره ديال 60 سنه و70 و80 وانتقل الى الاخره، فاس. لماذا فاس؟ بالعمل ديال الدنيا. ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، كنتم تعملون في الدنيا. دخول الدنيا ذاك العمل اللي درتوه، العمل مع الحياة كيعيا يقول لك الإنسان علاش؟ لا غير اجتهد. ولذلك يقول: ومن جملة من رأيته صادق العزم في البداية. واحد الإنسان مسكين عنده النية ويحب دائما الصلاح والفلاح والنجاح والخير، ويريد أن يصل إلى الله عز وجل وأن يرضى عنه الله. قال: من رأيته صادق العزم في البداية فاعلم أنه من أهل العناية، أنه أهل العناية. ومن كان في سلوكه معتمدا على الله ومفوضا أمره إلى الله كانت غاية سلوكه الوصول إلى الله، كما نبه عليه ابن عطاء الله رحمه الله في كتابه الرسالة في السلوك إلى ملك الملوك. يقول ابن عطاء الله: ومن كانت بالله بدايته كانت إليه نهايته. من كانت بالله بدايته كانت إليه نهايته. شنو البداية بالله؟ ما معنى البداية بالله؟ البداية بالله هو أن لا يرى لنفسه حولا ولا قوة. أنا يقول أنا بالقوة ديالي وبالعلم ديالي وبالمال ديالي وبالفكر ديالي وبالقفوزية ديالي وصلت لهذا الشيء. لا يقول ذلك، أن يكون بالله عز وجل لا يرى لنفسه حولا، أي تحولا من جهة إلى جهة
ولا قوة يعني لا طاقة في نفسه إلا بالله عز وجل. كل حتى لو فكر، من الذي أعطاك الفكرة؟ من الذي جعل فيك الطاقة حتى فكرت مش بصول هالدرجة هذه، سواء كان علما أو عبادة أو طاعة أو ذكر؟ الله. ولذلك لا ترى لنفسك حولا ولا قوة، لا تحولا من جهة إلى جهة ولا من فكرة إلى فكرة إلا بالله عز وجل. فلذلك رآه منة من الله وهداية إليه، كل حاجة وصلها الإنسان يعرف أن هذا من الله. وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة، كل النعم التي أعطاكم الله، كل شيء النعم التي تمتنعموا فيها من الله. ولو أراد الله عز وجل ما توصل هذه النعمة. في بعض الناس تقرأ في الشهادة ترى وصلت ودرت وعملت، ولكن الإنسان توفيق من الله. كم من الناس درسوا ما وفقهم الله، كم من الناس عبدوا ما وفقهم الله، ماتوا على الضلال. هذا هو الأساس أيها الأحباب، هذا هو الاعتقاد الصحيح. فإن كان هكذا قد صحت بالله بدايته، لكن الإنسان عنده هذا الفكر بدايته صحيح، وإليه تكون النهاية إلى الله. ومما يتأكد النظر إليه في البداية، يعني أن يطلب من الإنسان أن يطلبه في بدايته، هو تصحيح ما يفتقر إليه في سلوك في سلوكه من علم الشريعة. يعرف الله، يدرس باش يعرف الله سبحانه وتعالى، أن يتوصل إلى الله بعلم. وش يبيه؟ تقليد. كل علم يستطيع الإنسان أن يتوصل إليه عن طريق العلماء والفقهاء إلا علم التوحيد، فكل واحد في نفسه يوصل إلى الله بذاته، كل واحد. فيش أبدا تقول الشيخ الفلاني العالم الفلاني في معرفة الله، يقول لك كيفاش عرف الله؟ قال لك كما تعرف هذاك كما عرف هذاك العالم حتى نعرف. لا، أنت بذاتك تعرف، وعليك أن تصل، لأن هذا يمكن يكون في الفتوى وفي القضاء وفي الأحكام الشرعية هو عالم بهذه الأشياء، لكن في التوحيد، توحيد الله عز وجل ومعرفة الله، كل واحد يسأل إليه بعقله. مش تقليد. وهذا أول العلوم وأهل العلم، أول واجب كما قال ابن عاشر في بدايته، أول واجب على من كلف ممكنا من نظرين أن يعرف الله والرسول بالصفات. أول واجب على المكلف، شنو اللي واجب عليه؟ مش الصلاة، مش الصيام، أن يعرف الله. أول شيء تعرف الله، هذا يعني الإله الذي تريد أن تصوم إليه وأن تصلي له وأن تعبده ولا تشرك به شيئا، ما هو الله؟ وكثير من الناس لما يقول لي ما هو الله، ما هو كيصلي وقت في الجامع كيركع ويصوم مع الناس، يجي رمضان كيصوم مع الناس، مشى الحج كيطوف، ولا يعرف الأشياء كلها. ما هو الذي خلق والذي أمر بهذا الشيء؟ هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذا أيها الأحباب الأول، يعني يتأكد النظر إليه في بداية الإنسان تصحيح ما يفتقر إليه في السلوك من علم الشريعة وعلم يعني العقيدة. فالعمل بلا علم جناية جريمة. واحد الإنسان يعني يعمل يصلي ويصوم ويحج لكن ما عندوش علم، هذا يعني جناية. ربما يعني يكفر بالله عز وجل من حيث لا يدري. والعلم بلا عمل وسيلة بلا غاية. العمل بلا علم جناه. والعلم بلا عمل وسيلة بلا غاية. وسيلة عن طريق لكن ما عندكش غاية. يعني واحد كي يعني يعلم لكن ما يعلمش، عالم لكن في طريق العمل ما فيش. لما تكلم معك يجيب لك الأحاديث صحيح
البخاري مسلم النسائي الترمذي كتب الست كلها حافظ الرازي القرآن الكريم بجميع التفاسير عنده أقوال الصحابة والتابعين أقوال الفقهاء عنده لكن العمل العمل زيرو إذن هذا العالم بلا عمل قالوا العلماء وسيلة يعني طريق بلا غاية غادي لكن في غادي لا كيتشر وفي ذلك يعني تكلم كثير من العلماء في المسألة هذه فإذا حصل المريد أو المؤمن ما يحتاج إليه في بدايته من إتقان طهارته وصلاته وصومه فليشتغل على المكان يعرف الإنسان الصلاة ديالو والصيام والطهارة بحال الشيء اللي كنتكلموا عليه كيسمح العبادة ديالو صحيحة يعني من كل الأشياء الصلاة والزكاة والصيام والحج عارف لأن يعني أركان الإسلام باش يكون الإنسان مسلم خصو يحققهم يصلحهم إلى الإنسان حصل لها الأشياء هذه في البداية ديالو واجتهد وتعلم وأصلح عبادته فليشتغل بطاعة ربه ويعرض عما يشغله عنه ولذلك قال ابن عطاء الله قال والمشتغل به هو الذي يعني أحببته وصارعت إليه والمشتغل عنه هو المؤثر عليه معناها من الموضعين للصلة أي الذي يشتغل به سبحانه وتعالى في جميع الأوقات ويعني الكل يديره يتصرف يتجه إليه سبحانه وتعالى هو الحبيب الذي تسارع إليه وأفضل أشغالك ذكره وليكن ذكرا واحدا وقصدا واحدا تبلغ مرادك إن شاء الله يعني هذا الحاصل أن الذي تشتغل به وتقصده هو الذي أحببته وصاعت إليه وهو الذي تغيب عنه وهو الذي تركته وآتت حب الله عليه فلا جرم أن الله سبحانه وتعالى يبلغ كما تريد إن الله عز وجل يرزق العبد على قدر همته قد ما كانت عندك الهمة لله قد ما الله يعطيك ما تكون عندك الهمة قوية في الله سبحانه وتعالى طريق الله الله يعطيك على قدر طاقتك وهمتك لذلك قالوا بهمة عالية فدة هذه الهمة عالية فدة لو ملكت كل الطرى لا اعتلت إلى سدرة المنتهى يقول المختص سرعين إذا قيل أن علامة الصادق أن لا يرضى بدون الغاية يعني إنسان صادق مشي في الوسيلة الغاية يجتهد ليصل إلى الغاية الغاية شنو؟ هو رضا الله أن يرضى عنك لا يمكن أن يرضى هذا الصادق بدون الغاية هو رضا الله عز وجل مع أن الغاية لا تدرك أبدا مش كل واحد كل شيء الناس يوصلوا للغاية صعب يعني صعب جدا ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله قال من رأيتموه وكلامه من رأيتموه كلامه حكمة وصمته فكرة ونظره عبرة فلا تهتموا منه شفتوا واحد كلام ديالو حكمة والصمت ديالو فكرة ساكت لكنه فكر والنظر ديالو يشوف شحال يعتبر قال يعني فلا تهتموا منه فإنه قد قطع عمره في عبادتي وسلوكه أبدا في زيادة السلوك ديالو في زيادة الحياة ديالو كلها باش يوصل الإنسان لهذ الدرجة ليصبح يعني في هذه الدرجة هذه كل منطق حكمة كلام حكمة سكوت فكرة سكت لكنه عن طريق السكوت أفكر في حوايج بها الله صالح البشرية يعني النظر ديالو مش حاجة يعتبر فيها قال ابن الفضيل ابن عياض ابن عياض قال فلا تهتموا منه هذا الإنسان فإنه قد قطع عمره في عبادة وسلوكه أبدا في زيادة زيادة في طاعة الله ومن رأيتموه يطيل الأمل من رأيتموه يقول الفضيل من رأيتموه يطيل الأمل ويسيء العمل يعني على يطيل الأمل الله غفور رحيم الله كذا وقت ما زال ها يطيل الأمل ودار كل شيء تلقى الأمر هكذا هو في معصية الله
لكن العمل يلوي المسيء. يلا فضيل، فعلم ان داءه وضاد هذا الانسان ما رد يلو صحيح باش تعرف سال باش تعرف تخرج من هذا المرض لانه هو يحمل كثير والعمل ديالو بعيد صحيح باش يمكن يتجاوز. ولذلك قال يعني الشارح رحمه الله قال واعظم ما يشتغل عنه المريد ويغيب عنه هو حب الدنيا. احسن حاجه اللي خصو يجتهد عليها الانسان هو ويغيب عنها الانسان هو حب الدنيا. لان حب الدنيا صعيب علينا الحب، بس الحب في الدنيا في الداخل. هذا الشيء قال كنت نتكلموا اليوم على كل السؤال. الناس وصولها الدرجه ودوك ينطقوا بهذا الكلام، لان هذه حكمه هي هذا راه بحال واحد واحد شاي ولا قهوه درت في السكر ووجدت له حلاوه، هذا مضاف وصول الدرجه هذه واصبحوا ينطقون بما وصلت اليه. وعن طريق التجربه والبحث والفهم والدراسه قالوا بان احسن وسيله هو حب الدنيا. لما تدخل الدنيا للقلب ديالك فلا يمكن ان تذوق حلاوه هذه الاشياء كلها. تصلي الليل والنهار ما تذوقش حلاوه، تصوم الليل والنهار ما تذوقش حلاوه ابدا، تقرا القران بالليل والنهار. لماذا؟ لان حبان لا يجتمعان، حبان ما يمكنش تلاقوا جوج محبات او محبتان في قلب الانسان، حب الدنيا وحب الاخره. واحد يقول انا نحب الدنيا ونحب الاخره، يعني ما يمكنش اما ان تحب واحدا من الدنيا نحبها نديرها في دينها، هذا هو الفرق. ما ديرهاش منك، ديرها في دينك. حب الاخره ديرها في القلب ديالك لان هي فانية دائمه، اما الدنيا فانية. الله عز وجل اعطاك الدنيا ديرها في يدك، كول وشرب ولبس وتمتع وسافر وتمتع في هذه الحياه لان الله عز وجل اعطاك امرك، لكن ديرها في يدك. اذا جعلتها في قلبك تشغلك عن كل شيء، تشغلك عن محبه الله، محبه الرسول، طاعه الله، يعني حتى الخلود في الدنيا دائما تريد ان تبقى في الدنيا دائما ما تفكرش في الاخره. لذلك هؤلاء العلماء رحمهم الله قال احسن شيء يشتغل به المريد والمؤمن هو عن حب الدنيا. هذا حب الدنيا انه سم قاطع، سم واحد البوزون ما فيش دواء، ما فيش علم فقط ديال التويب. اذا شرى واحد الانسان بوزون واحد الدرجه عاليه جدا ها وخاصين ما بين نص ديال التويب ووصل البوزو هذا الى يعني الاسطوما ديالو والمصار ديالو والكبد والى اخره واصبح في جسمه. واش الطبيب عنده ما يدير؟ ما فيش ابدا. سموا القاطع بحال ما القاطع كيسموه الماء القطعي الفرنسيه لاسيد. هذا لاسيد لو شرب الانسان لاسيد، هذا لاسيد هذا يقطع الحديد يقطعه، شربه الانسان وصل الى امعائه حتى لو تديه لاي طبيب واي مستشفى واي خلاص هذا سم قاطع. يقول هؤلاء العلماء يلك حب الدنيا هو سم قاطع ولا يمكن السير الى الله عز وجل بصفاء القلوب مع بقاء شيء منها. قلب صافي لكن ما بقيش حاجه. والقريب بحال كثير وهذا احنا غارقين فيه ايضا. احنا غارقين فيه من رؤوسنا الى اجلنا. الله هذا لك هذه مشكلة، هذا مشكلة، هذا هو الفرق أيها الأحباب بين أولئك الذين تهددوا بطاعة الله وعبادة الله وبين نحن. نحن اليوم حنا كلنا بحضر الربو، الربو كيوصل يسال وقت الصلاة الله أكبر كيف يجي الجامع السلام عليكم قرأ القرآن تقول هذا لكن القلب ها علاش؟ أن مادام كاين حب الدنيا في داخلنا فلا نتهدد بشيء من طاعة الله. طبعا مع أن هذا أدير الفرق ولكن كاين الفرق بين أداء الفرض وبين اداء الفرض والتردد. واحد يتردد بالعباده واحد فقط كيديها بحضره. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبلال لما يوصل وقت الصلاه ارحنا ارحنا بها يا بلال. معنى ارحنا بها
أبدل للصلاة حتى نستريح، لا نجد راحة وطمأنينة في الصلاة. كانت الصلاة عبارة عن ماذا؟ عن مستشفى روحي. ما يدخل الإنسان يجد راحة وطمأنينة. إحنا اليوم وإني أدلي نطول، وإني طول السجود، وإني طول الركوع، شو نحقير عاش حدا بس نغير فوق شيء. هذا هو الفرق. إحنا مش ما تقولوا عني خص للصلاة تكون، ولو كانت الصلاة قصيرة يمكن يتلدها بها الإنسان، ولو كانت قصيرة يتلدها بمناجاة الله عز وجل. بعض المؤمنين قام ليلا في الليل، قام ليلا للعبادة ليصلي بعض الركعات، وقف بين يدي الله يصلي بعض الركعات، فلم يجد قلبه، قلب جاره قال بلا شيء من هذه الركعات بين يدي الله وكيف جاره، لم يجد قلبه. فقال إذا أصبحت أذهب إلى الشيخ أو إلى العالم، مش مشكلة هذه الوسوسة أنني قمت لأصلي فلم أجد قلبي، قلبي اللي ما كاينش كاع هذا هذه العبادة هذه. فوقف الشيطان على الشيخ الذي ذهب إليه هذا الإنسان، مش مشكلة، وقال إن فلان يريد أن يشكوني، أنا فلان غادي يجي وغادي يشكيني، لأن الشيطان هو اللي دار هذا الشيء، أنا غادي يجي عنده وغادي يشكيني، وأنا ما ظلمته، أنا ما ظلمتوش، وغادي يجي يشكيني لك، ولكن أنا ما ظلمتوش، إن الدنيا بستاني، الدنيا يعني هي الجردة ديالي، وأنا أحرسها، الدنيا بستان، يقول الشيطان وأنا أحرس هذا البستان، بستان فيه التفاح فيه لا، يعني جرده متنوعة. فمن أخذ منها شيئا، فمن أخذ مني شيئا لا أتركه حتى يترك ما أخذ. يعني هو جل المستند يعني وخذ حاجة وش خذ خليه، لا بد أنني أشغله، جل المستند يعني، والمستند هو عبارة عن هي الدنيا، هو أخذ من المستند قال لي خذ حاجة من المستند يعني من الجرده يعني لا أتركه حتى يترك ما أخذ. ترد لي الشيخ لما أصبح، لما أصبح عليه الحال ذهب إلى الشيخ، فقال له الشيخ جاء إبليس يشتكي بك، ما الذي أخذته له؟ هو جاء يقول له أنني قمت باش نصلي بعض الركعات ولكن لم أجد قلبي أبدا، ما وجدتش واحد طمأنينة ولا واحد خشوع. الشيخ هو وصلوا ميساج قبل قال له ودي راه يعني الشيطان جاء يشكوك، شنو اللي ديت ليه؟ اخذت لي حاجه. فقال يا سد يعني يا فلان يا شيخ خلق ثوبي فطلبت ابره لي، طلبت ابره لاوقعه، طلبت ابره انا بمشي الثوب ديالي تقطع باش يخيط غير الثوب ديالي، فلما طلبت يعني ابره يعني باش نوقع التو ديالي، فقال له اخرج وقل لنفسك الموت اقرب من ذلك. هذاك السبب والعياذ بالله كان سبب ان جعلك ما تلتزمش ابدا بطاعه الله ولا بعباده الله عز وجل. فطرح ذلك الانسان ووجد قلبه، وجد قلبه في الطاعه في عباده الله عز وجل. لان ماشي احنا لا فقدنا القلب ديالنا وفقدنا العقل ديالنا وفقدنا كل المسائل. احنا لما كنقراو هذه الأشياء هذه على هؤلاء الناس، كم قارن أنفسنا بين هؤلاء الناس نجد واحد فرق شاسع، فرق كبير أيها الأحباب في العبادة في المساجد عامة اليوم في مشارق الأرض ومغاربها، ولكن هل من أحد يتردد بطاعة الله؟ هل من أحد يشتغل عن محبوبه بما سواه؟ صعب جدا. ثم هذا الذي تشتغل به وتسارع إليه هو أيضا بطلبك، يعني يطلبك ويسارع إليك، وإن تقربت إليه شبرا تقرب إليك ذراعا. ولذلك قال ابن عطاء الله في كتابه وفي رسالته: ومن أيقن أن الله يطلبه صدق الطلب إليه، وصدق الطلب إليه.
ليعرف أن الله سبحانه وتعالى دائما يطلبك يريدك، لا بد أن تصل وقت الطلب. فاليقين أيها الأحباب هو سكوت القلب أو سكون القلب وطمأنينته، بحيث هذا اليقين لم يبقى في القلب اضطراب ولا ريب في جميع الأمور، كل حاجة تقل فيها أن الله هو الذي فعل. ولذلك منها اليقين أن يطلبه بالتوجه إليه والفرار مما سواه، ويطلبه بالعكوف في حضرته على بساط الأدب والمحبة. فمن أيقن أن الله يطلبه بهذه الوجوه طلب، يعني صدق الطلب، وصدق الطلب هو إفراد القلب والقلب، القلب والقلب، القلب هو الذات، والقلب هو هذه القطعة ديال اللحم اللي كاين، صدق القلب ديالك والقلب ديالك، القلب ديالك والذات ديالك، القلب والقلب بجهة المطلوب، بجهة المطلوب، من هو المطلوب؟ هو الله سبحانه وتعالى، بحيث لم يبقى للإنسان التفات لغيره. فلم يثق إلا بالله، ولم يعتمد إلا على الله. والمسؤول وصل لها الدرجة هذه يقين، ثقة في الله، الاعتماد على الله، التوكل على الله، وتعرف أن كل الناس حتى لو أعطاك الإنسان شيء وهو الله هو الذي سخره، ما يجي واحد يعطيك ولا يخدمك ولا يعمل لك ولا مسخر، الله هو اللي سخره شيء، كل شيء من الله. أما عندما تترك الله عز وجل وتعتمد على الآخرين، على المخلوقات مثلك، فيقول الله عز وجل: من اعتمد على ماله قل، واحد يقول لك ادينا عند المال، فلوس البنك، وعندي كذا وكذا، وعندنا بيت، نعيش، ناكل ونشرب، ماشي محتاج حتى شي حاجة، هذا حيد الله، ولا معتمد علاش؟ على الجيب، فلوس موجودة في البنك، وعنده الدار، عنده السيارة، عنده كذا، قال لك واش، نسأل الله عز وجل. هذا اعتمد على ماله، ومن اعتمد على ماله قل وقليل وقليل، ومن اعتمد على علمه، قال انا اعلم الناس، من اعرف الناس، وما يحتاجش واحد يناقشني، كل الكلام خطو وصحيح وثقل، هذا زل عن الطريق، خرج عن الطريق، لان العالم الحقيقي هو الله. احنا من العلم نسبي، تعلمت شيء وغابت عنك أشياء، كل من يدعي في العلم معرفة تعلمت شيء وغابت عنك أشياء، حوايج كثيرة متعرفش، اللي يعرف كل شيء هو الله، هو العالم الحقيقي. أما عندما نطلق كلمة عالم على إنسان هذا كذا بالنسبة فقط، عرف شيء بسيط، واحتلك شيء بسيط، لو ما أراد الله عز وجل أن يعرفه ما عرفه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بشيء من الله عز وجل، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما أراد الله عز وجل. فلذلك أيها الأحباب، الاعتماد على الله عز وجل والثقة بالله، من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على علمه زل، ومن اعتمد على جاهه قال ودينا فلان والسفلان، وانا معروف وليس على السفلان، ربما يقول الكلمة خلاص يخذوني صاحب جاهه دياله، هو السائد في المجتمع، دل يوم القيامة يدل، لأن في الدنيا ما كانش اعتمد على الله. هذا الذي اعتمد على المال يقل يوم القيامة، أصبح قليل لا مال عنده، أين المال؟ كنت تستقوي به، فين هو؟ الذي يستقوي بعلمه يوم القيامة يصبح لا علم عنده، يقول الله له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الذي يعتمد على جاهه يصبح دليل وقف، بعدما كان في الدنيا معروف سفلان وسير له وسير له، أصبح غير معروف نكرة، كان في الدنيا معرفة ويصبح في الآخرة نكرة. والنقلة والمعرفة عند النحويين عنده تعريف، المعرفة الاسم الذي إذا ذكرته يعرفه السامع
من غير حاجة يسأل عنها. تقول فلان نزق عرفه. والنكرة هو الاسم الذي إذا ذكرته لا يعرفه السامع حتى تبينه فلان شكون فلان ولد فلان. فهذا كان معرفة في الدنيا ويصبح نكرة في الآخرة لأنه كان يعتمد على من؟ على شاهد. ولكن من اعتمد على الله أيها الأحباب، حتى لو كان عندك المال وعندك الجاه وعندك اتصال مع الله وقت اعتمد على الله فلا قل ولا مل ولا ذل ولا زل. يقول ابن عطاء الله ومن علم أن الأمر كله بيده إن جمع بالتوكل عليه واحد يعرف أن كل شيء الأمور بيد الله. مش كان عرف هذا الشيء ولا ما عرف كل شيء أمر بيد شيء آخر أمر كلها بيد الله. قل إن الأمر كله لله أركيش شو حاجة اللي خرج عن إرادة الله عندكم وعن قدرة الله. الله عز وجل عالم ما كان وما يكون وما سيكون كل شيء أمر بيد الله عز وجل. فعندما يكون هذا اليقين وهذا الإيمان وهذا الاعتقاد أن من علم أن الأمر كله بيده إن جمع بالتوكل عليه. التوكل لا يكون إلا على الله إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. قل إن الأمر كله لله. فمن علم أن الأمور كلها بيد الله أمر الدنيا وأمر الآخرة والنفوس والقلوب لم يبقى له نظر إلى سواه. لكن يعني هذا اليقين أن الأمر كله بيد الله سواء الأمر الدنيا والذي الآخرة والنفوس والقلوب والعقول وبني آدم نقص ما يبقاش عندنا نظر شي حاجة أخرى برا ولدي النقص ما يشدش الجهة أخرى يشد الله سبحانه وتعالى. ها فينجمع بكليته مش غير واحد جهة وقت كليته. وإذا جمعت بكليتك إلى الله كفاك الله عز وجل كل شيء. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره أي كافيه. ومن كان الله كافيه ماذا يفوته. إذا كان الله عز وجل هو يكفيك وهو حسبك وش ما تفوتك شي حاجة لا تفوتك حتى حاجة. أنا بعض الأحيان اللي مضعف يقول أنتي شو كل الساعة كانوا الخاص والديار وكذا وهنا وكنت يا أخي الله عز وجل عالم كل شيء عنده. أراد الله لك ذلك ربما غاب عنك هذه الأشياء كلها. ولو أراد الله عز وجل ما يفيق في اللحظة هذه والدين والدين والدين. إذا ومما يعين على تحقيق اليقين وصدق التوكل رفض الدنيا وأهلها من المغمسين فيها. قال ابن عطاء الله وأنه لا بد لبناء هذا الوجود أن تنهدم مدعائمه وأن تسلب كرائمه. قد حكم الله عز وجل على هذا الوجود الظاهر أن يصير باطنا فلا بد أن تنهدم مدعائمه وهي ما يستقل به وجوده في العادة وهي طبعاً هنا استعارة عن هدم وجوده وتبديله في خلق آخر. هذا الكون الذي نعيش فيه ونعيش على عرضه يوم من الأيام سيتبدل ويتغير ويكون عالم آخر. يوم تبدل الأرض غير الأرض الأرض غير الأرض هذه الأرض تبدل غير الأرض والسماوات تبدل. وبرزوا خرج الناس ممن؟ لله الواحد القوي. ولا صغرى ولا ولي ولا حجر لا نروي ولا مترو ولا ورم عالم خرج. خرجوا من؟ لله الواحد. لما خرجوا قالوا خلاص ما كنا عمارات ولا شيء. برزوا لله الواحد القهار. الله يقول لهم اليوم تجزى اليوم يوم القيامة تجزى كل نفس بما كسبت تجزى
كل نفس عمالة بما كسبت في الدنيا. لا ظلم اليوم، ربما كان الظلم في الدنيا محاكم مبنية على الظلم، القاضي يحكم به يعني بالظلم لأنه شد رشوة، لكن الله عز وجل المحكمة هذه كتب عليها اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. كل واحد ذاته، كل واحد شهود منه، ويجي من الشباب منك ومني ومن جميعا، صليت عملت يا ربي درت، اقول الله عز وجل لجلد الانسان تكلم، جلد هذا من الحمد تكلم يقول يا ربي هذا الانسان ما صلى ولا صلى، هذا الانسان ما ذا ولا ذا، فيقول الله عز وجل الان تكلمي تتكلم، تشهد على الانسان الارض والسماء والجبال والنباتات والمجرات والكائنات وكل شيء في الكون يشهد على الانسان حتى جمال الجمال. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ الجلود ما كانت تتكلم تشهد على الانسان، يقول الانسان لها لما شهدتم علينا على شهدوا علينا، فتقول الجلود قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، انطق كل شيء معنى كل حاجه في الكون انطقها، قال لها انطقي العرب تنطق، يومئذ تحدث اخبارها بان ربك احالها، فتقول الجلود لما يقول لها الانسان لما شهدتم علينا، تقول قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون، يعني لما كنت تدير المعاصي كنت تخبى، لما كنت تدير المعاصي كنت تخباش مش مجموك الجنود ديالك ولا العظام ديالك ولا اللحم ديالك، جلد معك أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما ظننتم بأن من تخبى ومدخل في مكان لا يراني أحد كنت دير اللي بغيت، بعض الناس ممكن كانوا يجيو الناس يصوموا هنا اللي واش رمضان دار الفيزا باش يجي هنا، وبيض رمضان اللي واش دار الفيزا ولا كان يقولوا هكذا، ما عرفوش بأن اللي الله الذي خلق أولئك الناس هو الذي خلق هؤلاء الناس، كاين شي حاجه اللي خارجه من تحت القدره ديالي، الله يحفظنا جميعا ويوفقنا واياكم، اللهم اهدنا الى الطريق المستقيم، اللهم اياك سالنا ولاحسانك تعرضنا، وما عندك من خير طلبنا، اقبل اللهم بوجه كريم علينا ولا تخيب فيك رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين.